قدرة التعرف على العواطف الذاتية واستعمالها بشكل مناسب وتطور وتنمي الذكاء العاطفي وتساعد على الشعور بالآخرين من حولك ويحسن أيضا العلاقات بالآخرين ويزيد من فرص النجاح في الحياة بصفة عامة. قد يستغرق الأمر الكثير من المجهود وقد يتطلب أيضا تغيير بعض العادات والسلوكيات القديمة التي تعودنا عليها، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تنمية ذكائك العاطفي نتابع. ينضم لنا من دبي مدرب مهارات الحياة محمد الطيب. صباحك خير يا محمد، أهلا وسهلا بك في قناة كاي نيوز عربية الصباح. نبدأ معك يا محمد بمصطلح الذكاء العاطفي. في كثير من المشاهدين ما يعرفوا إيش يعني الذكاء العاطفي، لو نبدأ ونلخصه بحاجة بسيطة. صباح الخير، كيف الحال؟ زي الفل. نبدأ نقول أن الذكاء العاطفي، علشان نحلل أو نوحد الجملة مع بعض، هو الفهم للشعور والإحساس اللي بيدور داخلنا والتحكم فيه، مش بس كده، والتعامل مع الإحساس والشعور للآخرين والتعامل معه ونموه. جميل. وتحسينه يعني. جميل جدا. طيب بالنسبة قديش مهم في حياتنا، قديش مهم في حياتنا محمد، كيف قديش مهم في حياتنا هذا المصطلح وهذا الفعل بالتحديد؟ خليني أقول لك. تفضل. اقول لك احصائيه غريبه جدا، بيقولوا ان 60% من الناجحين في العالم الاي كيو، اللي هو يعني اختصار لما شبه للايموشن انتليجنس او الذكاء العاطفي، بيبقى عندهم اعلى من الاي كيو اللي احنا بنخش نعمله تيست، اللي هو الذكاء ذكاء المخ يعني، أو نسب الذكاء. فالنهاردة التعامل مع الليدرز أو التعامل مع الناجحين بيعتمد على الذكاء العاطفي أكتر من طريقة التفكير، لأن النوع من الإحساس هو اللي بيغير أنواع التفكير، وبالتالي بياخد قراراتنا بتختلف. وفي نفس الوقت تعاملنا مع الآخرين، فتعاملنا مع أولادنا، مع في العمل، مع الشريك الحياة، مع كل الأحوال، لازم يكون في كنترول على الذكاء العاطفي اللي بيمر جوانا. جميل. محمد، الذكاء العاطفي هو شيء مكتسب يتم تعليمه ويتم تدريبه، ولا شيء يعني بالفطرة ويختلف من شخص إلى آخر من حيث الشخصية؟ خلينا نتفق، أنا من مدرسة إن أي حاجة تقدر تكتسب. أنا من المدرسة دي، لأن مدرستين في العالم، في مدرسة بيقول لك مثلا زي القيادة، القائد يولد ولا يصنع، ولكن بالعكس النهاردة لو عندي حد أنا محتاج أعلمه شيء واشتغلت عليه بشكل جيد ويكون هو عنده الاستعداد، فنقدر نشتغل عليه. ولذلك النهاردة علشان نقدر يعني ندي معلومات سريعة، فإحنا عايزين ندي 5 طرق لتعليم ولنمو الذكاء العاطفي. يلا بينا، يلا بينا يا محمد، نبدأ بالخمسة. يلا بينا. حلو. رقم واحد، لازم الشخص يكون عارف وفاهم الإحساس اللي موجود وبيدور حواليه. زي الميكانيكس، ما ينفعش يكون أنا ناوي أشتغل على سيارة
او على سيارات الناس من غير ما اعرف الموتور بيشتغل ازاي او فاهم الاليات بتاعه الموتور، ايه الـ 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 الادراك والمشاعر بيحصل ازاي، ايه اللي بيحرك المشاعر دي والافكار بتتحرك منين. يعني احنا بنفكر باسئله، في مثلا سؤالين ساعات بيختلف، السؤالين هم نفس السؤال ولكن طريقتهم بتختلف. لو سالت نفسي انا ليه ما فيش حد بيحبني، فتخيل الاجابه هتكون قد ايه سلبيه في المشاعر، قد ايه سلبيه في الفعل. طب لو غيرت السؤال لازاي الناس تحبني، تخيل ان اختلاف صيغه السؤال بيختلف معاه مشاعرنا ويختلف معاه طريقه تعاملنا مع الناس والافكار اللي هتتولد منه، وده رقم واحد. محمد رقم بس المعذره يعني لو نختصرهم عشان الوقت ضيق جدا، نسرع في اختصارهم عشان نكسب الوقت. بس تفضل رقم اثنين. حلو، خلينا ناخد المهم منهم. رقم اثنين هو ان انا to keep track اللي انت if you cannot control it you cannot if you cannot measure it you cannot control it. لو ما تقدرش تقيس الشيء مش هتقدر ان انت تعمل عليه كنترول. فعلشان ابدا اشتغل على الايموشن انتليجنت لازم يكون عندي جيرني، انا النهارده عملت ايه وسويت ايه وكان احساسي عامل ازاي، لازم اشتغل على حالي علشان اقدر اكتسبه وانميه. رقم ثلاثة ان انا اسمع للاخرين، لان try to understand before you be understood. لو ما سمعتش الطرف الاخر، انا النهارده لو ما سمعتش سؤالك مش عارف اجاوبك، فبالتالي لازم اكون سامع كويس عشان اعرف ارد عليك كويس. رقم أربعة هو اني to put myself in their shoes، ان انا احط نفسي في موقفهم واشوفهم بيحسوا بايه واقدر اتعامل عشان اقدر احس بيهم. مش عايز اشتغل على احساس انا بس، لان الحب هو فهم الطرف الاخر، بغض النظر عن الحب هو فهم الطرف الاخر والتعامل على مشاعره بالطريقه اللي هو بيحبها مش الطريقه اللي انا بحبها. جميل جدا محمد، معلومات يعني مهمة وفعلا يعني أربع أمور بنشتغل فيهم على بعض، يعني تطور يعني كثير من شخصياتنا وتفيدنا في تعاملاتنا مع الآخرين. نشكرك شكر جزيل محمد، دائما إضافة للصباح معنا والمشاهدين. نشكرك شكر جزيل محمد الطيب، مدرب الحياة من دبي. شكرا.